تحت شعار متحالفون ضد الإرهاب اجتمع مجلس دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض، وشارك في الاجتماع وزراء دفاع 40 دولة مسلمة. وبعد ساعات من التداول خرج المجتمعون ببيان ختامي أكدوا فيه عزمهم على تأمين ما يلزم من قدرات عسكرية لمحاربة الجماعات الإرهابية. أكد الوزراء على أهمية تجفيف منابع تمويل الإرهاب وقطع أي تغذية مالية لعملياته وأنشطته من خلال تعزيز الجهود والمسارعة في تجهيد جميع في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة تمويله بما يكفل قطع مصادره وتطوير السياسات والتشريعات الوقائية والرقابة المالية. شدد الوزراء على أهمية تأمين دول التحالف ما يلزم من قدرات عسكرية تضمن إضعاف التنظيمات الإرهابية وتفكيكها والقضاء عليها وعدم إعطائها الفرصة لإعادة تنظيم صفوفها، وتكون مشاركة دول التحالف وفقا للإمكانيات المتاحة لكل دولة وبحسب رغبتها في المشاركة في أي عملية عسكرية في إطار عمل التحالف العسكري الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. وكان الاجتماع قد افتتح بكلمة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. اليوم الإرهاب والتطرف ليس أكبر خطر حققه هو قتل الأبرياء أو نشر الكراهية، أكبر خطر عمله الإرهاب والتطرف هو تشويه سمعة ديننا الحنيف وتشويه عقيدتنا. لذلك لن نسمح بما قاموا فيه من تشويه لهذه العقيدة السمحة ومن ترويع الأبرياء في الدول الإسلامية وفي جميع دول العالم أن يستمر أكثر من اليوم. وأعطت دول التحالف الإسلامي العسكري أهمية قصوى لدور الإعلام في محاربة الإرهاب، وشددت على ضرورة توجيه الجهود الإعلامية لكشف أساليب الإرهابيين وزيفهم. وفي خلال اجتماع دول التحالف جرى عرض لفيديو عن محاربة الإرهاب تحت عنوان كفل الإرهاب، وظهر في الفيديو صورة لمقاوم فلسطيني في بيت لحم التقطت في أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى.